وقنابل تحت مائية تحمل على متنها حوالي. والآن اسم البحري للفرقاطات المتعددة المهام، عنوان القوة والشراسة، قدرتها القتالية العالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية العائمة منها والساحلية والأهداف التحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية تحمل على متنها حوامتان قتاليتان ببدائل مختلفة مضادة للسطح، بإمكانها توجيه ضربات صاروخية ضد السفن المعادية بصواريخ جو بحر، ومضادة للغواصات قادرة على كشف وتدمير الغواصات بضربات توربيد انطلاقا من الجو. وتتقدم الآن بغواصة جرجرة، غواصتان من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة، مفخرة أسطولنا البحري وقوته الضاربة، تحمل أسماء جبال كانت بالأمس دروعا احتمى بها مجاهدونا ولقنوه دروسا في الوطنية ونكران الذات، لتكون هذه الغواصات اليوم درعا يصطدم به غرور كل من تسول له نفسه المساس بحرمة هذا الوطن الغالي، إذ أن هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ يمتلك قدرة نارية كبيرة، يمكنها بالإضافة إلى مهامها المتمثلة في تدمير الغواصات والسفن الحربية المعادية باستعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر بحر، يمكنها أيضا وخاصة إصابة أهداف برية في عمق إقليم العدو بصواريخ بحر بر ذات تبديل المحيط على مسافات كبيرة وبدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة. من قلاع الجزائر المنيعة يمكن لهذه السفينة حمل عدد من الحوامات ثقيلة كانت أو خفيفة والعشرات من العربات، يمكن استعمالها كمركز قيادة محمول لإدارة العمليات البحرية، ويمكنها نقل مجموعات من مغاوير البحرية بتجهيزاتهم وعتادهم الخاص بما في ذلك زوارق الاقتحام السريعة لتنفيذ عمليات بحرية خاصة على غرار عمليات المنع البحري، وقت مستعملة أنظمة مدفعية وأخرى مضادة للتشويش وأنظمة صواريخ مضادة للطيران، كما يمكنها ضمان الإسناد اللوجستي للسفن المشاركة في العمليات البحرية بما في ذلك الشق الطبي، كما تمكنها قدرة استيعابها الكبيرة المشاركة في المهام الإنسانية لإجلاء السكان من المناطق الساحلية التي تعرضت للكوارث الطبيعية والتكفل بهم صحياً.